مدرسة الكرم العرب اللبناني في حي العسكري فردات. تعال ما بس النتائج. شكرا لجهودكم معنا منذ الساعة 7 صباحا وأنتم تواكبون عمل المفوضية. مع الدقة الأولى للساعة 6 مساء تم غلق جميع المحطات إلكترونيا. 49 مركز اقتراع، 234 محطة غلقت بالكامل مع مشاركة كبيرة جدا وحاشدة من قبل القوات الأمنية في عموم محافظة نينوى. في منتصف النهار كان لدينا نسبة 42% أو أكثر من 42%، والآن إن شاء الله ننتظر نسبة كبيرة للمشاركة. صور مفرحة في جميع المراكز من تل العفر، من القيارة، من الحمدانية، من داخل الموصل، للقوات الأمنية التي شاركت في هذا التصويت لليوم الخاص. ننتظر نفس هذا الأمر ونفس هذه المشاركة إن شاء الله في 18-12-23.